خلينا نرجع مرة تانية وبشكل عام. هنا أنا مش عايز أسماء، أنا عايز بشكل عام، هل هناك صفقات سيتم الإعلان عنها في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة؟ أنا هنا بشكل عام، بشكل عام مش هذكر أسماء. النادي الأهلي بيشتغل بنظام مؤسسي. أيوة. بمعنى إن النادي الأهلي كمجلس إدارة، خلينا بس يمكن نشرحها لناس معينة عشان في بالظبط أنا عايز أوصل لكده. في لغط كتير جدا بيحصل، ناس تيجي تطلع تقول لك إيه على السوشيال ميديا، ودي يمكن حاجة دي يقول لك أصل مجلس الإدارة اتخذ رأيه في كذا، من غير ما أذكر أسماء. النادي الأهلي نظام مؤسسي، بمعنى مجلس الإدارة مفوض الكابتن محمود الخطيب بالإشراف وإدارة قطاع كرة القدم. تمام؟ الحاجات الملفات المحورية بيرجع فيها المجلس يتشاور معاهم، لكن كل ما يخص صفقات وكده عندك لجنة التخطيط وعندك شركة الكورة. الرأي الأول والأخير لمين في الموضوع ده؟ أنت عندك مدرب موجود عقده ممتد، بترجع للكورة، الكورة بيقدم احتياجاته وبيقدم وجهة نظره، بيتم التفاوض على اللعيبة، الكلام ده بيتم في المحيط ده. مفيش مجلس إدارة بيرجع له إلا لما خلص، أنت مفوض من الأساس كابتن محمود الخطيب. في صفقات هيتم من فترة، ودي معلومات كصحفي، حصل اكتر من اجتماع بين الكابتن الخطيب ومستر كولر وشركه الكره ولجنه التخطيط، وتدرسوا في الموضوع اللعيبه اللي هتطلع مين، اللعيبه اللي هنجيبها مين. في كابتن هاني رمزي رئيس لجنه السكاوتنج قدم مقترحات للمراكز اللي عايزها كولر، تمام، واشتغلوا عليها. في بكره، خلينا بعد بكره ممكن يتم الاعلان عن صفقتين، يعني بعد بكره او بعد بعد ممكن يتم الاعلان عن صفقه او اتنين. بعد بكره؟ بعد بكره ممكن يعني صفقه او اتنين. اوكي. والاهلي هيشتغل على ثلاثه. الاهلي السنه الجايه كابتن، احنا قلنا الحلقه اللي عدت مع الاستاذ عصام شلتوت، الاهلي عنده 8 بطولات السنه اللي جايه، 8 بطولات، 75 مباراه، 8 بطولات. بعيدا عن المنتخب، ده غير لو ال10 لعيبه اللي بيلعبوا في المنتخب لعبوا هيوصلوا. ده منتخب اول منتخب اولمبي. ما انا بقول لك 10 منتخب يبقى 15، ما بين 90 ل 100 مباراه. حلو. ومنتخب اول، ما هم بين منتخب اولمبي هم فرق تصفيات، وعندك منتخب اولمبي في اولمبياد باريس. انت عندك 5 لعيبه في الاهلي، ده غير لسه لما يلعبوا السنه الجايه ممكن الراجل يضم ناس تانية. فانت عندك، وغير ان انت عندك منتخب 2005 اللي هيتشكل هتنضم ليه لعيبه من الاهلي موجوده، منهم ناس اتصعدت فريق اول، معتز محمد وزعلوك ممكن تلاقيهم في منتخب 2005، فدول برضو متصاعدين فريق اول دلوقتي، المفروض تحسبهم انهم بيشتغلوا فريق اول. فالنادي الاهلي عنده 8 بطولات، اداره النادي في الوقت ده هي عارفه كويس جدا مصلحه الفريق وبتشتغل، وهيتعلن على الصفقات وهيجيبوا اللعيبه للمراكز اللي الراجل عايزها ومحتاجها، وهيتم الاعلان عنها وهيرجع، بيتم تقييم المقدم. الكلام ده يعني دي معلومات صحفيه، دي معلومات صحفيه اخرى. لا لا لا، دي معلومات صحفيه. ان خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن صفقه او اثنين، صفقه او اثنين، ولسه الباقي. تمام. الاهلي بيدرس ملف المعارين، تمام. يمكن كان كريم نيدفيد جه قعد مع مستر كولر واتفقوا ان انت راح لحد نهايه الدوري الراحه السلبيه بتاعتك بعد انتهت عرض الفيوتشر، ولسه بيشوفوا تباعا موضوع المعارين هيحصل ازاي، هنستقر فيه والكلام ده كله. فالاهلي شغال على الاطارين، اللعيبه اللي انت هتجيبها والمعارين بتقيم موقفهم وبتلبي احتياجات كولر بما يتناسب مع ان انت عندك 8 استحقاقات هتشارك فيهم السنه اللي جايه. جيمي، معلوماتك عن هذه. بص يا كابتن، اكيد كلنا متابعين الفتره اللي فاتت والكلام بدون اسماء عن الصفقات، اكيد طبعا عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي، ولكن انا بشوف النادي الاهلي دايما فعلا بيتحرك زي ما المدير الفني بيبقى بيطلب، حتى لو يعني اداره الكوره في النادي او حتى لجنه التخطيط في النادي او حتى شركه الكوره في النادي ممكن تحط ترشيحات كتير جدا ولاعيبه تبقى هي شايفه انها لو موجوده في النادي الاهلي هتقدر ان هي تضيف بشكل كويس، ولكن دايما يا كابتن الكلام ده كله بيتعرض على المدير الفني، والمدير الفني هو بيبقى صاحب القرار الرئيسي والنهائي في اختيار الصفقات الجديده. طبعا الملف يا كابتن كان في اكتر من يعني اكتر من شيء محتاج ان هو يتحسم. انت بتتكلم على ملف راحلين على النادي الاهلي، بتتكلم على ملف صفقات جديده، بتتكلم على ملف عوده معارين، انت بتشوف مين اللي محتاجه ومين اللي انت محتاج ان هو ممكن يجدد اعارته مره تانية او ممكن تبيعه، كمان مين اللعيبه اللي انت ممكن تخرجها اعاره في حاله صفقات جديده انت تقدر تضمها، فممكن اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي ما يقدرش ان هو ياخد فرصه خلال الفتره الجايه مع كولر. ولكن انا بشوف ان كولر هيقدر يتعامل بشكل كويس جدا في اختيار الصفقات الجديده، لانه دايما مدرب بيعرف يختار، عينيه كويسه. الكابتن اللي يطور من عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه خلال الموسم اللي فات، ونشوف النادي الاهلي اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع في الدوري المصري، ما يخسرش غير 4 ماتشات، تتكلم على 4 ماتشات في موسم كامل. بص على اسماء ريال مدريد وفلامينجو ومثلا وهلال وصن داونز في دوري الابطال، وانك ترجع وتفوز بكل البطولات الممكنه واللي اتيحت قدامك، فانت بتثق دايما في المدير الفني في اختياره. طبعا انت بيبقى في حريه كامله بشكل كبير جدا من مجلس الاداره في اختيار صفقاتك، هو الراجل شايف مراكز معينه عاوز يتم دعمها خلال الفتره الجايه، وفعلا ده بيحصل خلال الوقت الحالي،
وانا برضو كمعلومات عندي النادي الاهلي يعني مش هيكتر في الصفقات بشكل كبير جدا، بيتكلم من 2 لـ3 صفقات خلال فتره الانتقالات الحاليه، لان النادي الاهلي عنده قوام برضو يا كابتن بشكل كبير كامل، عنده قوام يمكن رجع عدد كبير جدا من اللعيبه اللي كانت قبل كده ممكن يكون كان مستوى اقل او كان ما بتاخدش بشكل كبير، رجعهم مره ثانيه للمستوى بشكل عام، ولكن اكيد في ازمه كبيره جدا هتواجهه الموسم اللي جاي بسبب الصفقات، وانا بشوف بسبب عدد الماتشات والاستحقاقات طبعا. انا بشوف يا كابتن ان قرار اعتذارك عن البطوله العربيه كان قرار صائب، لانك انت الفتره الجايه داخل على ماتشات كتيره جدا بتتكلم كابتن مين اللي هيقدر كاتحاد كوره او كرابطه انديه ان هو يعني يقدر ان هو ينسق كل ده؟ الموضوع صعب جدا، والكاف كمان من الحاجات من الاتحادات اللي بتتاخر قوي يا استاذ حكيم في انها تبعت المواعيد بشكل كامل، او لحد دلوقتي ما حدش عارف الميعاد على اي حاجه، حدش عارف السوبر ليج هيتلعب ذهاب واياب، السوبر افريقي كمان، والسوبر افريقي حضرتك غيروا اسمه الدوري الافريقي.